أعتقد أن المشروع اللي تكلمنا عليه كتير في مختلف مجالس اللي انعقدت على حسب الشيء اللي نشوف، يعني خاذين بعين الاعتبار كلش. قلنا فقط أن السينكرونيزاسيون بين كراج بيلت الاكستراكسيون لاريفي على بشار اي لو ديبار دو بشار سير رومبا، هذيك السكه موجوده. إذن احترموا لنا المواعيد كالكو سوا اكس كالكو سوا لي ديفيكولتي اللي ما ظهروش، ارجوكم نحترم المواعيد، واذا كان بقدر الاستطاع نربح شويه في الوقت طوميو.